أيضا من نقاط القوة بروز القائد المؤسس حافظ الأسد في حياة الحزب، وبروز الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد. صمود حزبنا وقوته وصلابته أنه يطور ذاته بذاته ليتأقلم مع واقع المواطنين وواقع المحازبين وواقع رفاقنا الموجودين في قواعد الحزب. من أبرز نقاط القوة امتلاك الحزب القدرة على النقد واتسامه بالتطورية دائما في عمله وارتباطه بالجماهير. أيضا من نقاط القوة بروز القائد المؤسس حافظ الأسد في حياة الحزب، وبروز الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ودوره المقاوم والنضالي في حياة سوريا وفي حياة حزب البعث العربي الاشتراكي وفي حياة أمتنا العربية. الاشتراكية الآن بعيدة عن واقع الحزب، وكذلك الوحدة، العرب مفككين، وكذلك الحرية، حرية المواطن، حرية الرأي، حرية الإعلام. هذا ما نريد أن نغذيه في الأيام القادمة من مسيرة الحزب عندما تستقر الدولة السورية ويستقر كوادر الحزب، ونتمكن من الانطلاق إلى حياة أفضل تليق بالشعب السوري الذي دفع الغالي والنفيس في سبيل ذلك. الآليات التي كنا نقود بها الاجتماعات هي آليات غير صحيحة وغير منطقية، لأنه الحزب، قوة الحزب ومتانته وصلابته في أنه يناسب كل الأوقات، لكن أن تجد الصيغ التطويرية لهذا الحزب لتتناسب مع الظرف الذي تعيش فيه. سيد مال حسن زايد لداء تحية العلم وترديل لأهداف رفيقة عريفة وحدة. فرقة الشهيد أحمد رمضان جايزة ذات حيث علامة تديد أهداف رفيق عارف الوحدة. أمة عربية واحدة. ذات حيث علامة.